ما انا ما جيتك من النموذج من الراجل اللي بيحكم من غير الخطاب. يعني هو الملك عبد الله بن جديد تاني ضرب في الجيوم هو ده خطاب سياسي خالص. بس خلينا في اللي احنا فيه. وبعدين اللي هو طبعا اي وصف للسياسه والمجتمع والادب الجرائي لابد ان يسمى مذهبيا على طول، والعكس انه لا يجوز ان يسمى اي من اهل السنه باسم المذهبيه ولا اي حاجه. الهامش اللي انت كاتبه طبعا انا كاتب لك عليه كلام يندر ان يفهمه محلل عربي. انت عارف مين الايه؟ والايه بتاعتك اطلع بقى صورة انت مع بابا. يلا يا ده اطلع مع بابا. يلا كان يا عمو هيصورك واطلع صورة مع بابا. يلا اسمع الكلام. يلا فين اياد؟ فين؟ بنشكركم واحنا السنه